وين يا سلطان؟ خلاص وين محمد بسر؟ انت للاسف يدك طويله انت، كم مره وانا نبهتك صح ولا لا؟ اي انت نبهتني بس والله يا ابو سلطان اني انا شايفك شايف. والله نبهتني اشوف يا اللي رفع سلطان سبع. انا اشوف يدك طويله انت على عبد الله الحربي بس ترى من عقبك بغير عبد الله الحربي متحدي انا وياه في الاستفزاز طيب. انا هذا غيره والله ما صار شيء محمد انت متى من نقاد انت؟ ها؟ كوفي ناقد يعطي جوال متى؟ مشيت كلامك اللي في لقاء فيصل ايه؟ من هو الناقد اللي يعطي جوال؟ متكلم فهد المعيان قبلها بيومين يقول معطي يسعد علوش وناصر على بريك الجوال عشان يشوفون ردة الفعل يسوون ايش؟ عشان يشوفون ردة الفعل يوم يقول سعد علوش ما يعرف يرد اي وليش ما قلت ليش ما قلت فهد المعيان في اللقاء؟ ليش ترميها كذا؟ ما ابي اذكر ها؟ ما ابي اذكر انا اقول كلام طيب خلاص توكل عبد الله الحربي شو مسويت يا عبد